دكتور ماجد، طبعا هنتكلم النهارده عن الاسئله بتاعت الفاينل اكزام للسمر كورس. هم 120 سؤال، لسه مش متاكدين في الامتحان هيبقى فيه كام سؤال بالظبط، بس غالبا مش هيطلعوا من الاسئله دي، سواء جالكو 60 جالكو غالبا هو يمكن 105. المهم هنحاول نلتزم بالكلام ده عشان السمر كورس قصير، وعشان برضك الأسئلة كتير وفيها المعلومات الهامة، فإحنا مش بنديها لكم هدية، هي بتعتبر مراجعة، وهتجد وإحنا بنتكلم إنها كده كده دي النقط الهامة، وكده كده أسهل لك إن أنت تذاكرها من إن أنت تحاول تحفظ الإجابة إيه. مش هتمشي صدقوني. يعني بص، أول سؤال كده حاجات كتيرة وملهاش علاقة ببعض، شوف A B C D، كل دول هتملى بيهم اللي تحت دول، خلاص. فمش مش مفيش طريقة تحفظها انك انت تفهم، انك تذاكر وتفهم اكتر. يعني احنا دايما دلوقتي في العملية التعليمية مش عايزين كتب، وزي يقول لك زمان الورم بوكس، يقول لك ورم بوكس اللي هي دودة الكتب، تقعدوا تذاكروا كتير وتحفظوا كتير ويبقى دماغك مليانه معلومات. الاهم الحاجه اسمها الريسورسز، تبقى عارف الريسورسز فين، عارف تفكر وتشخص صح وتشوف الاحسن حاجه للعيان ايه، والريسورسز يعني هتبعته لاحسن حته. ممكن يكون دكتور تاني غيرك بس تخصصه زي ما انا بعمل، يجي لي عيان وبشوف ان هو هيستفيد من الدكتور التاني اكتر لان دي الحته بتاعته وانا في حته بتاعتي، خلاص. فدي الايه طريقه التعليم، ان انتوا اكتر ازاي تفكروا، لان كل حاجه على الكمبيوتر دلوقتي، انت بس ايه تدور على الريسورسز الصح. ماشي، عشان ما اضيعش وقت نيجي على السؤال ده، نحله ده السؤال الطويل ده، ونقط كتيره زي ما اتفقنا هنملاها تحت ايه بالايه بالاسئله. انا هتكلم بسرعه بس ايه افهمكم في نفس الوقت. ريسينج ميمبرين بوتنشال ان ذا نيرف از ديو تو، زي ما اتفقنا ان علماء الفسيولوجي هم بيفهموا الفسيولوجي في الاول، شكوا قوي ان الايه الطريقه ان الكهرباء طريقه التوصيل او الاوردر. يعني انا دلوقتي هقول للايه مخي، هيقول للايه لايدي نكتب حاجه مثلا معينه، خلاص. فالمعلومه دي هتروح توصل عن طريق ايه، شكوا انها تكون عن طريق كهرباء لانها سريعه، خلاص، ان انا بفكر في حاجه واعملها بسرعه. وفعلا الواحد لو احنا النيرف بتاعه بيتخبط بيحس بالكهرباء، ففكروا من بدري ان في كهرباء. والكهرباء دي لما قاسوها واحنا قاعدين مرتاحين كده، حطوا جهاز الفولتميتر وقاسوا، لقوا في كهرباء فعلا، وهي ماينس 70، يعني في الداخل ماينس وفي الخارج موجب. الماينس اللي جوه ده طلعوا ان هو سببه بروتين اكتر، والموجب بره اللي هو سببه الصوديوم، خلاص. فالكهرباء دي موجوده واحنا ايه قاعدين مرتاحين، اسمها ريستنج بوتنشال. وتيجي كهرباء تانية وقت الايه الريستنج ده، حتى من غير ما احرك القلم، يعني عندي انا ايه الكهرباء دي اللي هي بره وجوه، دي ان اللي جوه سالب واللي بره موجب، واللي جوه نتيجه بروتين واللي بره نتيجه الصوديوم. وفي كمان كهرباء لما باجي انا بدي الاشاره بقى من عندي مخي فوق وتمشي عن طريق الاعصاب لغايه ما توصل للعضله وتحرك الالم، دي بتبقى الكهرباء دي بنقول عليها اكشن بوتنشال. دي بقى طريقه التوصيل، دي الاشاره الكهربائيه، خلاص. ازاي الاعصاب بتاعتنا تكلم العضلات او الاعصاب تكلم الاعصاب، يبقى الجهاز العصبي هو ده اللي يفهمه، اشاره كهربائيه. طب الريسينج ميمبرين بوتنشال ايه السبب ان الموجب بره والسالب جوه؟ العلماء قعدوا يدرسوها، المهم توصلوا الى حاجتين، ان في حاجه اسمها سيلكتيف برميابيلتي. سيلكتيف برميابيلتي يعني الممبرين نفسه ليه الخاصيه دي، ان في تشانلز قنوات بتعدي منه الصوديوم مثلا والبوتاسيوم والحاجات دي، فبيخلي مثلا ان الصوديوم يعدي وصعب يرجع مثلا فيفضل بره، والبروتين ما يقدرش يعدي يطلع لبره خالص، خلاص. فدي خاصيه في بنقول عليها الايه سيلكتيف برميابيلتي، او خاصيه التمييز النفاذي للغشاء بتاع العضله او العصب. تاني حاجه بيبقى في حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بام. ايه صوديوم بوتاسيوم بام؟ صوديوم بوتاسيوم بام ده موجود على الجدار بتاع النيرف او المصل، هو موجود في معظم خلايانا، يعني بيني وبينك شغلته ايه؟ ان هو يطرد 3 صوديوم بره و2 بوتاسيوم جوه، شغال كده باستمرار كده ايه
يلف كده لفه، يرمي 3 بره صوديوم و2 جوه السيلز. ودواء بيحتاج طاقه اي تي بي، وبيعتمد على الطاقه دي، وما يهمهوش بالالكتريكال جريدينت او كيميكال جريدينت، لان هو شغال كده على طول، ما يهمهوش الكيمياء، الفرق الكهرباء او فرق التركيز بتاع الايونات، هو شغال باستمرار. 3 صوديوم بره و2 بوتاسيوم جوه. طيب يبقى دي اول اجابه. يبقى في سيلكت ريستنج ميمبرين بوتنشال از يو تو سيلكت بيرميبيليتي اند صوديوم بوتاسيوم بامب، اللي هم 1 و2 دول. طب انجكشن اوف ادرينالين ويتش كونستريكت بلاد فيزل ميكس ذيس لوكال انستيزيا هيلب ان، وانت شغال دلوقتي وبتعمل نيرف بلوك للعيان بتاعك عشان تشتغل على اسنانه، لما بتدي الادرينالين دلوقتي ايه فايدته لما تديه مع البنج الموضعي في نفس الامبول؟ ان هو بيعمل فازو كونستريكشن، ده هو بيخلي لك الاناستيك في نفس الاريا دي اللي انت شغال فيها ما يروحش بعيد. تاني حاجه بيعمل فازو كونستريكشن في قلل البليدنج. يوروليما والمالينشيس، عندك غشائين كده في النيرف والمصل، المصل اسمه ساركوليما وفي النيرف اسمه نيوروليما، ميمبرين كده بره، وفي حاجه اسمها مايلينشيس في العصب كده، في من بره مايلينشيس. ده ليه فايده وليه فايده؟ ده نيوروليما ده بتاع ريجينريشن، لو حصل قطع في العصب، العصب الخارجي ده يحصل له ريبير فعلا، يعني سبحان الله. إيه انا عصب اتقطع، عشان كده الجراحين لما اتقطع عصب ولا حاجه بس يربطوه في بعض كده، وهو هيكمل، هو من جوه هيحصل له ريجينريشن او يتكون تاني العصب. المايلين شيز از ريسبونسبل فور حاجه اسمها الانسيوليشن. ايه بقى الفكره؟ الفكره العصب عندي نوعين، واحد فيه مايلين شيز وواحد ما فيهوش. المايلين شيز زي عازل، فخلي شحنات الكهربائيه ما تمشيش بقى واحده واحده كده واحده واحده كده على الممبرين، لا يجي بس عند نودز رامبيه في حتت معينه ويحصل تغير كهربي وينط شحنات تنط. تخيل لما تنط كده زي انا بعمل كده، هتديك فايدتين. اول واحده ان انت هيبقى سريع التوصيل، سريع فعلا، ممكن يبقى 10 مرات قد اللي ما فيهوش مالين شيس او الان مالينيت. تاني حاجه ميزه فيه ان هو ما بيحتاجش طاقه، هيوفر لك طاقه، سيف انرجي، لان الطاقه دي، لان انت بعد الشحنات ما بتخش وتطلع بترجع مكانها تاني عن طريق الصوديوم بوتاسيوم بامبل، فاللي بيحتاج اي تي بي، فكل ما كان محدود التغيرات دي في حتت بس معينه، النقط دي بتاعت نودز رامبيه، فبيستهلك طاقه اقل. المالينشيس فايدته ايه؟ قلنا انسوليشن، انسوليتاتري كوندكشنز اوكيرز ان، احنا في الايه مايلينيتد نيرف، اللي احنا نفس الفكره يعني مايلينيت اللي هو في مالينشيس ده اللي هو الايه التوصيل بالقذف بالقفز بتنط كده، ده هو بنقول عليه سالتاتري كوندكشن. الانمايلينيت لا يمشي واحده واحده كده. سالتاتري كوندكشن سيرفيس تو سيف انرجي، ويوفر لنا الطاقه وكمان توصيل سريع. طيب نمبر 8، انا ما ببصش في الاجابه لان انا ايه، لو انا مذاكر كويس حتى من غير ما تتكتب هقدر اجيبهم. وزين ليميتس ذا فورس، انا مش عارف بقى اللي هو مش هيذاكر او مش هيفهم هيجيبها ازاي. Within limits the force of contraction of skeletal muscle is directly proportional to the initial length. القانون ده لذيذ. تخيلوا انا مثلا بلعب تنس، بضرب الايه بضرب المضرب بتاعي كده، كل ما شد اكتر، كل ما ايه شد دراعي اكتر، كل ما طبعا الضربه تبقى اقوى. خلاص يبقى كل ما شديت العضله كل ما كانت العضله اقوى. ده القانون بتاع ستارلينج. هو ستارلينج قانون واضح يعني سهل يعني، او واحد بيشوت كوره كل ما يفرد رجله اكتر ويشوت الشوطه اقوى. خلاص هو بس ايه عمل تجارب واثبتها ايه بالملي كده. Within limits the force of contraction skeletal muscle rate proportional to initial length، يعني كل ما كان العضل شدتها او كانت اطول كل ما كانت ايه كانت اقوى، بس within limits. لو شديت زياده عن اللازم لا بقى هتبقى اضعف. خلاص والقانون ده يتطبق على القلب زي السكيليتال ماسل، يعني العضله بتاعتنا بتاعت القلب تتشد كده وقت واحنا بنلعب رياضه، والاند دايستوليك فوليوم يزيد، يعني الدم اللي في القلب يزيد ويشد العضله كده، والعضله لما يحصل لها كونتراكشن تبقى اقوى. خلاص لوكال انستاتكس وركينج مينلي باي بلوكينج حاجه اسمها صوديوم تشانل. خلاص لان الاكشن بوتنشال او التغيير الكهربي بيعتمد ان هو
على اول خطوه اسمها دي بولاريزيشن، ان الصوديوم شانل تفتح والصوديوم يخش جوه وتبتدي الكهرباء. انا مش عايز اوصل الكهرباء دي، يعني العيان ده انا بلعب في بقه وشغال او بتاع مش عايز ايه يحس بحاجه، فبعمل له ايه؟ بديله اللوكال انستيك اللي هيعمل لي بلوك للصوديوم شانل، ومش هيحصل دي بولاريزيشن، مش هيحصل اكشن بوتنشال. You are carrying a heavy luggage in the airport with your arm extended. ده بنقول عليه ايه؟ isometric contraction. انا وانا شادد ايدي دلوقتي بشنطه تقيله، طول ايدي دراعي ثابت، فعشان كده بنقول عليه isometric contraction. خلاص؟ عكس الايزوتونيك، الايزوتونيك لا في تغيير في الدراع. ادي مثلا مثال انا دايما دي للطلبه، isometric انا بلعب مع واحد ريست واحنا الاثنين ايه؟ مفيش واحد فينا بيغلب الثاني. انا بحاول اغلبه وهو مغلبني، مفيش حد غلب الثاني وكل واحد دراعه زي ما هو ثابت، يبقى ايزومتريك. التون زايد، في الايزومتريك التون يزيد لكن الطول ثابت، ومفيش ورك لان احنا الورك عايز مسافه في فورس، فمفيش مسافه، المسافه زيرو. خلاص يبقى مفيش ورك دان، ومعظم اللي انا عملته انا وهو ده هيروح على شكل حراره. خلاص يبقى مفيش ورك دان، ومعظم الانرجي ده هيروح على شكل ايه؟ حراره. خلاص الدول اللي بنقول عليه ايزومتريك. الايزوتونيك عكسه على طول، عكس الحاجات اللي احنا قلناها دي. Your brain is ordering your hand to pick up a spoon. The nerve impulse is conducted from your brain through your nerve to the muscle by action potential. خلاص يبقى دي اللغه اللي بيتكلم بيها. ادي انا بحرك ايد دراعي، جت منين؟ امبس جاي من المخ عندي، من عملت اوامر للنيرف، اكشن بوتنشال للنيرف راح للعضله، في عضله فيها اكشن بوتنشال كمان، وبعدها الميكانيكا للحركه دي. از ذا موتور نيرف اوف ذا فيس. اثنين نيرفين مهمين قوي لطبيب الاسنان، اللي هو الموتور نيرف اوف ذا فيس اسمه الفيشيال، والمانديبولر اللي هو دي البرانشز بتاعته ثلاثه، ده هو الفيشل خمسه، دول اسمهم اوفثالميك ماكسيلير مانديبولر، اللي انتوا عارفينه المانديبولر ده بتعملوا فيه الانستيزيا بتاعتكم. فدول العصبين دول لازم تعرفهم، هم جدا. از ذا انتري فود ليكويد انتو بريزنج تيوب. دي لو الاكل انت لو انت شغال على العيان والدم والسلايفا والحاجات دي كلها، بدل هو ما تعمل لها ساكشن ولا يتفها ولا حتى يبلعها، دخلت في قناه التنفس، خطيره جدا. خلاص فدايما بنحبكم تعرفوا الترم ده اسبيريشن، ان اي حاجه من الحاجات اللي قلناها دي، دم سلايفا اكل اي ميه اي حاجه دخلت جوه انبوبه التنفس بتبقى خطيره جدا. يعني يعمل لك الاول بيحاول يستخدم الجاج ريفلكس يكح يحاول يتخلص منه، او فوميتنج يحاول يطلعه بردك يطرده او يبلعه. كل الحاجات دي تمشي، لان اول ما تخش قناه التنفس بقى هيبقى عامل كده مش قادر يتنفس، حاجه خطيره قوي. احنا دكاتره البطنه لما نشوفها بنفزع، لان بتقعد العيان ده بقى عشان تسعفه، لو سعفته ساعات بيروح مننا، عايز بقى تحط انبوبه تنفس وسكشن وشغلانه. اوكي فدايما بنقول الايه دكاتره البطنه، الممرضات في المستشفيات، الناس الكبيره بالذات، خدوا بالكم من حكايه الاسبيريشن دي، لما ياكلوا ياخدوا دواهم كل حاجه بالراحه. اوكي والناس طبعا اللي عندهم امراض عصبيه لازم دكتور الاسنان ياخد باله منهم، اللي عنده البركنزون، عنده بالزبولسي غيره، الامراض دي بتخليهم معرضين، العصبيه العضليه دي معرضين اكتر للاسبيريشن.